السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوغ جديد من سيوات ليلى العميريه. الفلوغ ديال اليوم او السيوه ديال اليوم طريقه الخليع ببني عمير. تحيه لكم من بني عمير، حد البلاد ديال فقي بن صالح. المهم هذا مشروع البسيط والصغير، مرحبا بكم. اللي بغى شي حاجه مرحبا بيه، بديت مشروع القديد والخليع بني عمير. اللي بغى شي حاجه يتصل بيا، اهلا وسهلا بيه. غادي هنايا بديت معكم طريقه الخليع والطريقة القديد، راه في الفيديو الاول. المهم هنايا غادي نصايب معكم الخليع، راه درت القديد في الفيديو الثاني الاول، ودابا هذا الخليع هنايا. مرحبا بكم، الطريقة ديال الخليع ومشروعي صغير ان شاء الله، بالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم غنستمر فيه ان شاء الله. مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجة مرحبا به. عندي زيت زيتون، خل، ماء، سودانية، ثومة، الملحه، قزبر حبوب، مروزيه. المهم هذه الطريقه الاولى باش نبداو الخليع. غادي نرقدوا اللحم في التوابل كلها، جاي كاس معامر ديال الخل، زيت الزيتون، الماء، نرقد كل شيء التوابل في اللحم هذا، اللحم والهبره. غادي نشتي منه اللحم ديال الخليع بوحده واللحم ديال القديد بوحده. هنا بغيت باش ما نقويت عليا السقه، اللهم نخلط تخليطه وحده. وغادي نرقدو، غادي نبيتو في الثلاجه ليله كامله باش يشرب هذيك المروزيه، القزبر حبوب، الثومه جافه. الصراحه الثومه جافه راه مصوبها في الدار، يعني كلشي طبيعي. جيت الزيتون حتى هو طبيعي. اي واحد بغى شي حاجه من بني عمير، بالاخص الناس ديال بني عمير، الناس الجاليه ديالنا، واي واحد من اي جهه من غير بني عمير مرحبا بكم. المهم اللحم ديالنا هو كرم نشرتو، ما كنقدرش نبقى طالع بزاف داكشي، بس صورت لكم كرم. ها هو شوفوا تبارك الله، ولكن تقرد الراسو. المهم اي واحد بغى شي حاجه من بني عمير، فقي بن صالح، زيت الزيتون، اي حاجه بغيتوها، العسل، التوابل، مرحبا بكم. تسيوات ليلى العميريه. عليكم راقبي، اي واحد او اي وحده خصتهم شي حاجه مرحبا بكم. نسيوات ليلى العميريه، الخليع والقديد، مرحبا بكم. الكورديش، زيت الزيتون والعسل والتوابل والكسكس. المهم اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم، قولوا علينا ومرحبا بنا عندكم، وشكرا للدعم ديالكم. صلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. خليكم مع بقيه الفيديو ديال القديد ديال الخليع عفوا. المهم غادي نخليكم مع الفيديو هنا. هو اللحم ديالنا كرم ديال القديد، يعني اللحم تاع الخليع ولا كرم مزيان مزيان. تبارك الله، راكم عارفين الحراره ديال هذا العام كيفاش دازت. عندي هنايا اللحم، ها هو يا كرم مزيان، شتو كيتكرد هكا. حنا كنا صغار كنا كنهزو اللحم هكا ندوقو منو من النصار. عندي اللحم كرم مزيان. عندي هنا الشحمه ديال الكلاوي ديال البقر، كلوه البقر. عندي زيت العود إطرو، عندي قزبر حبوب، عندي مروزيه الملحه، شويه الكامون. مرحبا بكم. غادي نبداو معنا الطريقه. غادي نديرو الشحمه في الكوكوت وقزبر حبوب والكامون والمروزيه والملحه. غادي نديرو عليه القديد، وغادي نشد عليه الصراحه في الكوكوت. قبلوا علينا وسمحوا لينا نتوما. غادي ندير الشحمه هنا، داير الشحمه في كوكوت باش ما تعطلش. بغيتي طيبيه في الطنجره تقدري، ولا تشعلي عليه الفاخر. كاين انا بما انني جربانه ما عنديش الوقت، وكان صاد النيت الا خليتي هادشي غادي يخسر.
تابعوا معنا الفلوق ديال الخليع حتى الاخير ان شاء الله باش تعرفوا الطريقه اللي درنا لكم بها الخليع، يعني بزيت الزيتون والسحمد الكلاوي والغنم ديال اكموز.